منصة باينانس واحدة من ضمن أفضل المنصات الموجودة في الوقت الحالي بمجال التداول والأسرع نمواً لتداول العملات الرقمية. فقد استطاعت خلال فترة قصيرة أن تصل لمرحلة قوية، حيث وصلت هذه المنصة للمركز العاشر من ضمن أكبر منصات التداول الرقمية في العالم. وفي خلال 5 أشهر أصبحت المنصة المفضلة لمعظم المتداولين في جميع الدول. كل هذا يعود بسبب تطويرها يوما بعد يوم حتى تسهل على المتداول سهولة التحكم ليتمكن من تنفيذ مهامه بأفضل شكل ممكن دون أن يحتاج إلى خبرة كبيرة ومهارة واسعة في المجال. وتعود إلى تشانغ مينغ، وهو مؤسس باينانس والرئيس التنفيذي لمنصة باينانس، هو ملياردير صيني، وهي إحدى منصات تبادل تسمح للمستخدمين بشراء وبيع وتداول العملات المشفرة مثل بيتكوين والإيثيريوم والبيتكوين كاش ومئات العملات الأخرى. تم إطلاقها عام 2017 من قبل المواطن الصيني يدعى تشانغ مينغ تشاو. يقع المقر الرئيسي للشركة في جزيرة مالطا الأوروبية، وفي أقل من عامين أصبحت منصة باينانس واحدة من أكبر بورصات العالم الرقمية، حيث تسهل المنصة أكثر من 2 مليار دولار قيمة النشاط التجاري كل يوم. سوف نتعرف في هذا الفيديو على طريقة الشراء والبيع عبر منصة باينانس. بعد عملية الإيداع في محفظتك على المنصة، بإمكانك التوجه فوراً للتداول ودخول الصفقات. في البداية بعد إيداع مبلغ من المال، اذهب إلى الوالد ثم اضغط على فيات أند سبوت. يظهر لك رأس المال المودع، والرقم العلوي هو قيمة $100 بالبيتكوين، وما قبل الأصفار هو ساتوشي، والساتوشي هو جزء من البيتكوين. اذهب إلى تريد ثم إلى أدفنسد ليظهر الشرط الخاص بالعملات جميعا. ما هو الشرط؟ الشرط مكون من شمعات خضراء وحمراء. الشمعة الخضراء هي عبارة عن كمية المتداولين الذين يقومون بعمليات الشراء، والشمعات الحمراء هي كمية البائعين، وهي عبارة عن منافسة ما بين البائعين والمشترين، فكلما بعت أكثر تفوقت لديك الشمعات الحمراء والعكس صحيح. اضغط على السهم الصغير بجانب بيتكوين USDT فيظهر سوق العملات. عند الضغط على النجمة تظهر لك العملات التي وضعتها في الفيبر. أما خيار BNB فلو أنك اشتريت عملة BNB بالدولار فإن سعرها مثلا سيكون $30، بالتالي إذا اشتريت BNB بالـ$100 المتوفرة في المحفظة يمكنك بعدها شراء عملات أخرى بالـ BNB والتي تجدها بالبحث عنها، كما يمكنك البحث عن العملات التي يمكن شراءها بالبيتكوين. بالتالي يمكن للـ$100 شراء عملات USDT أو البيتكوين لاستخدامها بشراء عملات أخرى، ويمكنك كذلك تحويل البيتكوين إلى دولار عن طريق عملية البيع. كما أن هناك الإيثيريوم والـ TRX والـ XRP. أنت كمبتدئ ننصحك بالتعامل مع USDT. من المنسدلة فيات اختر USDT لتظهر لك العملات التي يمكنك شراءها بالـ USDT، وسيظهر لك العديد من العملات. أنت ستختار مجموعة معينة للتداول فيها، وذلك عن طريق البحث عن العملات والتوصيات الخاصة بها لمعرفة أفضل العملات واختيار النجمة لتجد العملات بالفيفوريت. مثلا عند اختيارك من القائمة عملة كومب سيظهر الشرط الخاص فيها. الشمعة الخضراء هي عبارة عن شمعة يومية تظهر لمدة 24 ساعة وتبدأ بوقت معين وتغلق بوقت معين بعد 24 ساعة تماما. يمكنك اختيار شمعات 3 أيام، أي تفتح لمدة 72 ساعة، وهناك أيضا شمعات الساعات والأشهر والأسبوع. فمثلا شمعة 4 ساعات تعتبر مهمة للمتداولين اليوميين. أيضا هناك شمعات الدقائق، لكن يفضل الاستثمار القصير الأجل شمعات الساعات. البيع والشراء. مثلا إذا أردت شراء عملة كومب والتي يظهر أن سعرها $115، يمكنك الشراء بـ10 دولارات كحد أدنى، وكذلك الشراء بـ10 دولارات كحد أدنى. بالتالي إذا رغبت بشراء العملة ادخل إلى باي في المستطيل برايس، هنا يظهر سعر العملة، وفي أموند يظهر عدد القطع من العملة، وهذا المؤشر
يظهر لك عدد القطع بالنسبة المئوية لرأس المال، فلو اشتريت ب50% من رأس المال ستحصل على 69 USDT، ولو اخترت 100% ستشتري ب$100. يمكنك كتابة المبلغ الذي ترغب بالاستثمار فيه مثلاً، فلو اخترت الشراء ب$30 سيعطيك أجزاء من القطعة. لو اشتريت أجزاء العملة، ما الذي ستربحه؟ بالدخول إلى سيل يمكنك معرفة أرباحك لو أصبح سعر العملة $200 مثلاً. أدخل $200 في مكان السعر فيظهر لك أرباحك $52 مثلاً، فأرباحك $22 لأنك اشتريت ب$30. كما يمكنك إدخال عدد قطع مختلف لمعرفة لو أنك اشتريت قطعة واحدة كاملة كم ستكون أرباحك، فلو ارتفع سعر العملة إلى $200. مثال توضيحي، مثلاً اختر عملة من العملات في الفيفوريت مثلاً XRP، فيظهر لك سعر العملة 24 سنتاً. أدخل في توتال $30 فسيعطيك 122 قطعة، أو ب$50 سيعطيك 203 قطعة، وعند الضغط على باي سيظهر لك الأوردر في المكان أسفل الشمعة. هناك الأوبن أوردر وهي العمليات المفتوحة، أما الأوردر هيستوري يظهر لك العمليات المغلقة والمنتهية. يمكنك اختيار التقارير التي تظهر خلال أيام أو أسبوع أو شهور، وعند الضغط على باي يظهر في الأوبن أوردر في قائمة الانتظار عملية الشراء، وسيتم تنفيذ أمر الشراء عندما يتطابق السعر الذي أدخلته مع سعر السوق. إذا أردت الحصول على صفقة دون الانتظار إلى أن يتطابق السعر الذي أدخلته مع سعر السوق، يمكنك إلغاء الصفقة والدخول إلى ماركت وتحديد عدد القطع التي ترغب بشرائها، ثم اضغط على بي XRP لتتنفذ العملية بسعر السوق الحالي وتظهر بالأوردر هيستوري، وعند انتقالك للمحفظة مرة أخرى ستظهر لك العملات التي في رصيدك. بيع العملات، ادخل إلى سيل واختر عدد العملات التي تريد بيعها أو نسبتها، واختر السعر الذي تريد البيع فيه، وقم بعملية البيع التي ستبقى مفتوحة إلى أن يصبح سعر السوق مطابق للسعر الذي أدخلته أنت، أو اختر ماركت للبيع بسعر السوق كما ذكرنا سابقا، فتظهر عمليات البيع في الأوردر هيستوري، وإن عدت مرة أخرى للمحفظة ستجد رصيدك $100 مرة أخرى. شاركونا استفساراتكم بالتعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.